حول أداء الأسواق العالمية انضم إلينا السيد ستيوارت كول، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في إكويتي جروب. أحييك سيد ستيوارت، ونبدأ معك بما تنتظر الأسواق من بيانات أمريكية، على رأسها مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكي، بيانات الجي دي بي الأمريكي، وهل على إثر هذه البيانات سيقرر جيروم باول مسار مختلف عما تنتظر الأسواق؟ بالنسبة إلى أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي هذا الأسبوع سوف تكون إيجابية. بالطبع شاهدنا كيف أن الأسواق إيجابية، مبيعات التجزئة كانت قوية أيضا. هذا كله يشير إلى أرقام جيدة من المتوقع أن تصدر يوم الخميس. بالنسبة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ستكون تحت بعض الضغوط، لأن المستهلك يكون الأمريكيون يقلصون من استهلاكهم. فبالنسبة إلى الفيدرالي، إذا ما جمع هذه الأرقام على الأرجح يعتبر أنهم قاموا بما يكفي من عمليات رفع أسعار الفائدة ليحققوا الهدف، وهو إعادة مؤشر أسعار المستهلكين CPI إلى مستهدفاته، وأيضا تحقيق هذا الهبوط الناعم، أي نمو بطيء لتفادي ركود قوي. وسمعنا أيضا ما قد قيل من قبل المحافظين في البنوك المركزية في الولايات المختلفة للاحتياط الفيدرالي، قالوا بأن الاقتصاد مثل التضخم وأيضا ضغوطات الوظائف قد وصلت إلى مستويات مقبولة مريحة تسمح لنا بأن نحقق المستهدف دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من ذلك. طيب، يعني نتحدث عن هذه التوجهات بالنسبة لصنع السياسة النقدية. لدينا اجتماع للمركزي الأوروبي، مع العلم بأن يعني تقريبا السوق صارت بأن لن نشهد ربما رفع لمعدلات الفائدة فعليا أو وقف لهذه هذه الرفعات التي كنا شاهدناها سابقا، ولكن برأيك إلى أي مدى قد نشهد نبرة مختلفة تماما في ظل حالة عدم اليقين التي قد تشوب الأسواق والتي لا تزال مستمرة فعليا في ظل ما نشهده وتشهده المنطقة من توترات جيوسياسية؟ أتفق مع الأسواق، المركزي الأوروبي سوف يحافظ على أسعار الفائدة على ما هي عليه دون المزيد من الرفع. كريستين لاغارد والمحافظون الآخرون في خطاباتهم أو تصريحاتهم أشاروا إلى ذلك. المركزي الأوروبي تذكر بأنه ليس لديه نمو قوي كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا في ألمانيا النمو هو في النطاق سالب، وبشكل عام النمو في أوروبا هو متدنٍ، وبالتالي الضغوطات أقوى على المركزي الأوروبي كي يبدأ بتخفيف عبء تشديد السياسة النقدية. بشكل عام من المتوقع المركزي الأوروبي ألا يرفع أسعار الفائدة، ولكن على المركزي الأوروبي أن يأخذ بالاعتبار ضغوطات التضخمية إضافة إلى تأثيرات أسعار النفط التي تنخفض جراء التوترات الجيوسياسية. وبالتالي بإمكاننا أن نقول بأن كريستين لاغارد ستحرص على أنه نعم سوف يعملون على كبح جماح التضخم، وأيضا مؤشر أسعار المستهلكين سوف يعود للارتفاع، وبالتالي سوف يكون خيار رفع أسعار الفائدة مفتوحا لوقت لاحق. نعم سيدي ستيوارت، وجدنا اليوم الين على 150 مقابل الدولار، هل نتوقع تدخل الآن من المركز الياباني؟ لا أظن ذلك، إذ أنه لدينا تأثير للوضع السياسي على العملات، وبالتالي السلطات اليابانية ستعتبر أنه لأمر محثوث بالخطر أن يتدخلوا، وبالتالي نحن نعتبر بأنهم على الأرجح سوف يسمحون للأسواق أن تتعامل عند هذا المستويات من سعر الصرف، وبالتالي أيضا هم سيتقبلون حركة الين كونها ردة فعل لما نشهده حاليا من تغيير في السياسات النقدية، وعلى وجه الأخص تغيير السياسة النقدية للمركز الياباني. ونشكرك سيد ستيوارت كول، وأنت خبير خبراء الاقتصاد الكلي في إكويتي جروب.